الرابح. السؤال الآخر يقول صاحبه: فإذا وقعت مسلمة في الزواج بغير مسلم، يعني أن مسلمة تزوجت بغير مسلم، هل وقعت في الحرام فقط أو قد خرجت من الدين؟ يعني أن المسلمة عندما تتزوج بغير مسلم يقول هل وقعت في الحرام فقط أو هي قد خرجت من الدين؟ زواج المسلمة من الكافر أياً كان كفره، أياً كان دين، أياً كان كفره، هذا الزواج يقع باطلاً باتفاق أهل الإسلام. اتفق أهل الإسلام باختلاف فرقهم وباختلاف مذاهبهم على أن زواج المسلمة بغير المسلم يقع باطلا، ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقد جاء في شرح مختصر خليل الإمام الخرشي أن قال: والحاصل أن الإجماع منعقد على حرمة نكاح الكافر المسلمة ويفسخ، يفسخ حتى لا يعتبر طلاق، يفسخ، يروح كل واحد في حاله، وأن كل التشريعات الإسلامية مبنية على حكمة، على حكمة عرفها من عرفها أو جاهلها من جاهلها، وكل الأحكام الشرعية في الإسلام مبنية على مصلحة حقيقية لكل الأطراف. وهذا ما سنتحدث عنه. فإن فعلت هذه المسلمة، تزوجت بغير مسلمين نصرانيا أو يهوديا أو أيا كان من غير المسلمين، فإذا كانت مستحلة هذا الأمر، تنظر على أن الأمر حلال ولا تنظر لأن هذا الأمر الذي قامت به ليس حراما، فهذا قد تدخل في الارتداد، قد ارتدت عن الإسلام إذا استحلت الأمر. أما إذا لم تستحل الأمر ولم تجحد الحكم الشرعي وتعرف أنها ارتكبت ذنبا وأنها تعترف أنها مخالفة للشريعة ليست جاحدة، فهذه قد ارتكبت كبيرة من الكبائر، وعلاقتها مع هذا الغير المسلم كعلاقة الزنا، فهي علاقة زنا. مع علاقة المسلمة ولو كان في صورة زواج فهو علاقة زنا، فمستحل الزنا وجاحد حكم الزنا مرتد. أما الذي لا يستحله ولا يجحد حكمه فهو في كبيرة من الكبائر وأمره مفوض إلى الله تعالى. والحكمة في ذلك هو أن المسلم مرأة أو رجل، وقيمة المسلم في الموازنة أعلى من قيمة غيره، لأن التفاضل إنما هو بالإيمان،
أجاز في الإسلام للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة كتابية، ولم يجز الإسلام للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم لأنها أفضل منه بإيمانها، أما إيمانه فأنقص من إيمان المسلم، لأن المسلم إذا تزوج بالنصرانية أو باليهودية عندما تذكر نبيها أمامه فإنه يصلي ويسلم عليه، إذا ذكرت عيسى أمامه يقول عليه السلام مع كل احترام وتعظيم وتكريم، وديننا وعقيدتنا تأمرنا بذلك، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أو يذكر عيسى أو يذكر موسى أو هود أو أي نبي، بخلاف، وحتى لا تجبر على أنها تخرج من ديانتها المسيحية. أما إذا تزوجت المسلمة بيهودي أو بنصراني أو بغير مسلم فإنه إذا ذكرت نبيها أمامه لا يحترمه لأنه لا يؤمن به، ولا يستبعد أن يسبه أو أن يستهزأ به أو أن يشتمه زوجها هذا الذي تزوجت به غير مسلمين، أو لا يرضى باسمه أمامه، أو لا يقع منه كما ذكرنا موقع الرضا والقبول. إذن هذه الحكمة من هذا الأمر، والإسلام يحترم دينه وغير المسلم لا يحترم دين المسلمة، والمسلم يحترم دين الكتابية ونبيها يؤمن به، وهو جزء مما أمر الله تعالى أن نؤمن به ولا نفرق بين أحد من الرسل. إذن هذا الجواب باختصار عن